مش رامي مش رامي الشابة خضر هاي جود جود عرامي خد أخوي إيه لأتلقت المجربيها فأنت عرامي أنت الإزازة أنت الشابة خضر شابة هاي عواد فضلوا مرحبا مرحبا ايوه عبد الرازق وخضرة انتوا مش قلتوا انكم هتروحوا الكندا جواني ما احنا هنذكروا هنا وبعدين نروحوا يعني ما قلتليش انك جاي اصلا حصبال رابي عزموني على الكيسين وكنا هنبعتولك خد يا راي خد يا راي هاتلنا كمان سياسة خد خد يا راي خد يا هاتلنا شوية مز يلا بقى القعدة هتحلو بصحيح ما تهوقيش يا راي هتحلو هتحلو يلا شو خضرة مبسوطة حبيبتي خد يا سكين ده زي على مرايا تجيب الازاز بينها هتبقى ليله حلوه قوي دي لسه شفت حاجه ده احنا هنسكروكي سكره انما معتبره ايه بقى يلا مد ايدك يا خضوره مش قادره مش قادره ده ايه انت سكرت ولا ايه لا سكرت ليه لسه استنى سكرت كفايه بقى كفايه سكينه الليله ليلتك يا خضره طب ما تحولها كاس عرب كفايه 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 طب يلا بينا خطور يلا بينا عشان نروح لوكاندا جوانا ايوه ايوه ايدك معايا يا حصب الله ايدك معايا يا حرامي انت اهو انت اهو انت اهو سندها بقى انا قصدي اهو ادم مننا الكلمه تطلع من لسانه وتتكتب على كبير فانا عايزك توعي سكينه يعني عشان ما تلخبطش في الكلام كده ولا كده خايف يعني لا تفشي سرنا وهي سكرانه ابو المفهوميه خلاص الفاز دلوقتي وقعت في الراس اي كلمه كده ولا كده نروحوا كلنا في 60 دقيقه ما تخافش هي صحيح بتسكر سكر جامد بس ما بتتدمرش بتبقى فايقه وزيادة في الاحتياط انا حنزلنا عليها حط في بطنك بطيخة صيف يا حصب الله معلمين يا طبع مجال دمار كده حتجرسنا
في ايدك شوية. نعمله ايه؟ الارض مليانة حصى. ابعال قرب المسرقة شوية، احنا هنعمل. بس المطرح ده ممكن البكر، لا من شاف ولا من دري. شفت بقى؟ شفت انت فاهميني؟ قالي عمري قلتلكوا على حاجة وطلعت غلط. زي ما انت عارف المطرح بالليل زي بالنهار ضلمة، وكل اللي مأجرين حوالينا عزبنجية بيطلعوا لما الصبح يصبح ويرجعوا آخر الليل، يعني بص بص. طب والردم اللي هيطلع من الحفر؟ هيترمى من الشباك اللي على المنار. يعني عاملة حساب كل حاجة حتى الردم؟ خد يا أخوي. لو حياة أمك، مفيش خمرة الليلة دي، خليها تعدي على خير. احنا هنستنوا هنا شوية لغاية لما الرجالة يخلصوا وبعد كده نطلع. لو احنا راجعين تاني؟ ده يا اختي الخيلة الكدابة دي. بنقول لك ايه؟ انا مصري من حشد جوه وسطي لما شفت الولية بتفرفر. انت بتحس كده يعني؟ قوم نبص لسانك من لغلوغه، نحوشك يا بنت في البيت من هنا وجاي. يا اختي خلاص ما تبقيش حمائية كده. بنقول لك ايه؟ البلطة اللي كانت مركونة جنب الزير دي الرجالة اللي اشتروها من ايه؟ هم حالتهم مالين احمر؟ ده كلهم دكين. داني اللي طلعت استلفتها من الولية المحافظ. آدي جزمة بريم، وآدي كردان بدور واحد، وآدي يا سيدي ست غوايش وحلق وخلخال. ده غير بقى الجلابية والملاية بتوع المرحومة. الجلابية والملاية والخلخيل أنا اللي رايحة ناخده. الله، طب ليه ما نبيعهمش أو حتى نرنوهم؟ وشمعنى انت اللي انسحبت من لسانك؟ ما الكل ساكتين، ولا هتعط عليا يا عبد الرازق؟ يعني هنعط على ابعادية؟ ده انت غريبة قوي. خلاص يا سكينة خديهم، حلال عليكي. خلونا في المهم يا جماعة، مين السايغ اللي هنروح نبيعه عنده؟ السكة ما بتخلاش من المخبرين. رأي عارفة سايغ؟ عارفة سايغ؟ واحنا نضمنوه منين السايغ ده؟ نضمنوه عشان حرامي. أنا رحت مع نسوان عنده قبل كده، ما عارفه بيخزق في نص التمن كمان، عارف ان السيغة مسروقة. طب ليه نروح عند اللي بيخزق؟ ما نروح نوزنه عند شيخ الوزانين. شيخ وزانين ايه اللي نروح له يا راجل انت؟ انت عايز تجرسنا؟ احنا بنبيعه صيغة قتيلة. أسره لما يصبح الصبح أنا رايحة ناخد سكينة للسيغة اللي نعرفه. قلته ايه؟ قبل ما نبيعه الصيغة لازم في الأول نحط ايدينا في ايدين بعض ونتفقوا ان محدش مننا يقول على التاني لو وقعنا. لا، ده اللي يخل الاتفاق يحقنا ان احنا نموتوه زي ما موتنا الولية اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي، وبلاش نترازلوا على بعض. تمن الصيغة هيتقسم بالحق، الراجل زي الحرمة، يعني هنقسمه على ست. خلوا موضوع القسمة دي لما تنباع الصيغة. رايق وسكينة هيروحوا الصيغة، ها؟ واحنا نتقابلوا هنا، هنقسمه هنا. اهلا اهلا، خطوة عزيزة، بقالك مدة ما شرفتناش يا ست رايا في المحل. ما انت شايف الحال يا سعالي، هو في حد ما بيشتكيش من الايام السودة اللي احنا فيها دي؟ منورنا. تشربوا ايه؟ اختي سكينة. منورة يا ست سكينة، نجيبوا شاي. لا معلش عشان ما نعوقوش. ما يصحش، خليها النوبة الجاية، اصلنا مستعجلين. هاتي الحاجة اللي معاكي يا سكينة. أنا مرضتش نروح عند شيخ الوزانين، قلت أنت الخير والبركة. بس زمني كنت بنقولك إيه يا سكين؟ ما بتأمنش لذمة حد إلا لذمتك. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا ست سكينة. إنما ما قلتليش يا ست رايا، الحاجة دي اشتريتيها منين؟ دي مش حاجتي، دي حاجة سكينة أختي. أنا كنت شاريهم من سناجيب مر. مية جرام يبقى حسابهم 18 جنيه وريالين بس. دول يجيبوا اكتر من كده. كلهم مصنعية وحياتك يا ست الكل. صدق يا سعالي سيد. ها قلتوا ايه؟
هات يا اخويا الفلوس هاي من عناية يا ست ريا. الراجل ده حرام. بسيبك تمنتاشر جنيه وريالين. ما نتحرمش منك يا سعال. أنست وشرفته. شرف مقدارك يا أخوي. ألف سلامة. مؤاخذة، هو المنايل على عينه ده لازق لنا كده ليه؟ ملناش دعوة بيه. السايق ده حرام يا أختي. على الأقل مش هيقعد يسألنا جايبين الحاجات دي منين وفين تعالى الوزن بتاعها. وأنت موافقتك كده على التمن؟ هتخلي الفار يلعب في عبده. علي عارف ومتأكد ان الصيغة دي مسروقة وعامل نفسه مصدق، وعارف ومتأكد انني مش خامة بس هيوافق. طب مش هنشوفه حنطور؟ احنا هناخد القرشين نركبوا بيهم حناطير. يلا يلا يا خايبة يلا. عملتوا ايه؟ قطعوا كام؟ ما تنطق يا ريا. ما تصبر على رزقك يا راجل انت. الله كام دو؟ الراجل السايخ ده حرامي. قال ايه؟ ما جابوش غير 18 جنيه وريالين. يا ابن الحرامية، اهو ده بقى مشاركنا غصب. نلاقيمة مسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. خد خد يا سكينة نصيبك انت، وانت يا رايا بعدين هبقى حاسبك بعدين. حساب تقل يا سبع البروم. سبع البروم بلادي مقلاتها بقى. يلا بينا نتجرى نقعد ونتحاسب. ما تعوقش يا عبد العال. خفيش هنرجعهولك زي ما خدناه، مش ناقص حته.